أكد رئيس تحالف السيادة الشيخ خميس الخنجر أهمية المشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة واختيار الشخصيات المهنية القادرة على تحقيق تطلعات الجماهير. جاء ذلك خلال استقباله في مقر تحالف ببغداد جمعا من مرشحي محافظة صلاح الدين، وبحث المجتمعون استعدادات التصدي لمواقع المسؤولية والقدرة على تلبية احتياجات صلاح الدين خدميا ومعيشيا. كما بحث المجتمعون أيضا المشهد السياسي لا سيما مع قرب موعد الانتخابات المحلية.